كل اللاعبة اسمع هالخبر الحلو، بلاي ستيشن الحين تقدم لك 9 ألعاب مجانية تقدر تنزلها من جهاز بلاي ستيشن 4. أول لعبة عندك فيشينج بلانت، لعبة عائلية لصيد السمك بطريقة مرة مشوقة، يعني كأنك قاعد فعلا في غابة قدام بحيرة وتصيد سمك بكل متعة. اللعبة الثانية وور فريم، هذه اللعبة كلها أكشن وبنفس الوقت تجمع بين فنون القتال القوية والخيال العلمي المذهل. اللعبة الثالثة 3-on-3 Freestyle، هنا تلاقي النشاط والحيوية كلها في لعبة رياضية بامتياز تخليك تلعب كرة السلة بكل حرية ومتعة. أما اللعبة الرابعة فهي Battle Islands Commanders، هذه اللعبة لها طابع استراتيجي خاص مع نخبة من القادة العسكريين تخليك تعيش أحداث الحروب بقمة التشويق. اللعبة الخامسة هوكن، تحتوي هذه اللعبة على تصور رهيب لمستقبل الحرب بين الآلات وتعتبر من أروع ألعاب التصويب وأطلاق النار. اللعبة السادسة Indivisible، من أبرز ألعاب تمثيل الأدوار أو ما يسمى عادة RPG، تجمع هذه اللعبة بين طريقة اللعب الكلاسيكي والشخصيات الفريدة بأجواء مسلية. لعبتنا السابعة هي براولهالا، من الألعاب القتالية الرائعة، أكثر شيء يميزها القتال حتى النهاية مع أحد الخصوم بكل شراسة وقوة. ونختم مع لعبة Gems of War، وهي لعبة ألغاز مميز بحيث تقدر تحصل على كل عناصر الألغاز مثل التعويذات والسيوف في لوحة واحدة. الحين السؤال، انت لعبت قبل هالمرة لعبة مجانية على بلاي ستيشن 4؟ خبرنا عنها في التعليقات ولا تنسى تشترك في قناتنا من أجل اللاعبين.